مدار المباريات الجايه، وبياخدها بناء عليه راح بعت ان المباراه تبقى يوم 29 مع صن داونز، وكمان ان المباراه تبقى على استاد القاهره الدولي في اطار المحاولات القائمه في هذه اللحظات يعني. فهنشوف الموضوع ده هيأثر عن ايه في النهايه يعني. ده فيما يتعلق بجواز سبورت. خليني اقول لحضراتكم كمان ان دي كواليس تحرك فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات لاستاد القاهره الدولي، واللي هيستضيف مباراه الاهلي وطلائع الجيش. ودي طبعا لقطات حاليه دلوقتي في هذه اللحظات انا بتكلم معاكم بعد انتهاء المحاضره الاخيره بالنسبه للفريق مع مستر ريني فايلر منذ لحظات تحديدا. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، نتمنى لهم ان باذن الله النهارده يقدروا يفوزوا ويحاولوا انتصار رقم 14 على التوالي. مش عايز اتكلم في موضوع 14 و15 وكلام من ده، لكن الاهم بالنسبه لنا الانتصار ومواصله المسيره الرائعه تحديدا في بطوله الدوري، عشان كل مباراه هتفوز فيها خلال الفتره الحاليه فهي هتضيف ليك من الجانب المعنوي بشكل كبير جدا قبل مباريات غايه في القوه وغايه في النديه خلال الفتره القادمه. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، حلقه قصيره جدا للحديث عن مباراه وكواليس مباراه الاهلي وطلائع الجيش. بكره باذن الله حلقه جديده نبارك فيها البعض بفوز النادي الاهلي على الطلائع بعد تفوقه ان شاء الله خلال 90 دقيقه النهارده. استنونا بكره، الى اللقاء.